السلام عليكم، معاكم ميس أمنية. والنهاردة هنعمل فيديوهات 10 دقايق عن كونكت بلس لكي جي 2. ايه الحاجات المفروض يوسف في كي جي 2 معايا؟ ايه الحاجات المفروض يوسف يكون عارفها في كل منهج كي جي 2 للسكند ترم او الترم التاني؟ اول حاجة، في صفحة عندنا اسمها، الصفحة دي بتبقى عبارة عن الملخص بتاع المنهج كله. انا عندي يونت 1، يونت 5، يونت 6، يونت 7، يونت 8، هما اليونتات اللي عنده 4 units. في الصفحة دي اول حاجة vocabularies. الفوكابلري دي يعني كل الكلمات اللي مفروض يكون عارفها في unit بتاع 5 my town. برضو انا هخطط لكم الكلمات الاهم اللي هي school, bank, hospital, park, fire station, police station, airport المطار, ship bus سفينة, اوتوبيس, تاكسي, مترو, train, plane القطار والطائرة, دكتور وتيتشر وتيلر, صحفي وانجينير, مهندس, فاير فايتر وبوليس ستيشن وبايلوت, بوليس اوفيسر وبايلوت, سولدر او سولجر, بانديج وستيسكوب. ما اعتقدش يعني كلمات صعبة عليهم، مش بحب احفظهم. ممكن يحفظ الجلافز، ممكن يحفظ ليفت ورايت. طيب ايه الجرامر المفروض يعرفه في يونت 5؟ بس يا يوسف، خدنا احنا يا يوسف قبل كده درس كان اسمه verb to be. فاكر verb to be؟ مين هو verb to be؟ verb to be مين؟ am, am و is و are. و is و are يعني ايه؟ am و is و are يكون. يكون. طب عايز اقول انا اكون معلم، يبقى اقول ايه؟ I am معلم. معلم يعني ايه؟ معلم teacher. يبقى I am a teacher. طيب وخدنا هي تكون دكتورة، نقولها ازاي؟ is هي she is a doctor. دكتور. يبقى لازم يعرف يعبر بجملتين بسيطين جدا عن verb to be، انا اكون وهو يكون. ده الجزء الاول المفروض يعرفه. هيعرف فيربين تانيين. فيرب اسمه work، يعمل. work يعني يعمل، بيعمل فيه، و go يعني يذهب. work يعني يعمل و go يعني يذهب. هي فيها present simple اللي هو المضارع البسيط. لما اجي اقول له هو يعمل في المستشفى، اكتب he works نحط لها s in the hospital. هو يعمل في ال hospital. يعني ايه hospital يا يوسف؟ hospital اللي هي المستشفى. مستشفى. طب ليه حطينا الاسم او هي؟ عشان هي إيه؟ من الفريق. من الفريق الاس. بيحب مين؟ الاس. الاس بيحب الاس. طب عايز اقول انا اعمل في المستشفى، انا اعمل في المدرسة، يبقى اي وورك. احط لها اس هنا في الاي؟ لا عشان الاي من الفريق ما بياخدش اس. اي وورك ان ذا سكول، انا بعمل في المدرسة عشان انا تيتشر. طيب الفيرب التاني اللي لازم يعرفه هو فيرب جو. يعني ايه جو؟ جو يعني يذهب. جو يعني يذهب. يذهب، انا اذهب بالمدرسة بواسطة الاتوبيس. هيعرف ان قبل وسائل المواصلات بنحط حرف الجر باي. قبل وسائل المواصلات بنحط حرف الجر مين؟ باي. ويكتب الجملة I go to school by bus. ده المفروض الجرامر اللي يعرفه في يونت 5. ويتكلم ويحفظ كلمات الاس تي زي star, dentist, stop, stamp, nest, list, step. مفيش اي حاجة تاني يبص عليها في الناحية دي خالص غير الجزء ده بس. طيب تعالي نشوف يونت 6. يونت 6 بتقوله let's play games. بتتكلم عن الجيمز اللي هي الالعاب. كان خدنا العاب زي فوتبول، فاكر فوتبول، تنس، فولي بول، هايد اند سيك، جامب رو، باسكت بول، سكور ا جول، وتيم جولي، اوتسايد في الخارج، بروتكت يحمي. وخدنا ان وان واندر وبيهايند. وخدنا الحاجات بتاعت سويفت وليدي باج، الحشرات دي. طيب ايه بقى المفروض يعرفه في يونت 6؟ المفروض تعرفه في يونت 6 يا يوسف هو فيرب جديد اسمه بلاي. يعني ايه بلاي؟ بلاي يلعب. يلعب، عايزه اقول انا استطيع ان العب كرة القدم. اقولها ازاي؟ I can play football. يعني انا بعرف العب
فوتبول. فوتبول. واعرف كمان الفيرب تاني اسمه كيك، فاكر كيك؟ يعني ايه كيك؟ يا شوت يا كيك. طيب ولازم اعرف كمان ان استخدم انه اون واندر وبيهايند. فاكر لما كان في شجره والشجره دي فوقيها في كره؟ اكتب ازاي بقى؟ عايزه اقول الكره على الشجره، الكره يبقى اقول ايه؟ ذا. الكره يعني ايه يوسف؟ بول. بول على تكون يعني ايه؟ على إز. تكون إز على أون. على أون. ذا تري يعني الشجرة. الكرة على كرة على الشجرة. على الشجرة. يبقى لازم يعرف يستخدم كلمة فيرب بلاي مع الألعاب الرياضية. I can play football. I can play tennis. He can play tennis. He can play volleyball. ويعرف يستخدم الأربع بتعود حروف الحروف اسمهم ايه؟ ظرف المكان. على اون، قولهم كده يوسف. على اون. جوه ان. جوه ان. تحت اندر. تحت اندر. خلف بيهايند. خلف بيهايند. خلف بيهايند. خلف بيهايند. فاكرهم دول؟ اه. تمام. ده اللي كان مفروض يعرفه في القاعدة دي، ويحفظ كلمات زي كلمة duck, black, rocket, neck, children, quick, كواك، التشاك، وباك، وكلاك. دول اصوات الحيوانات، وفي شويه حيوانات زي دك ولون اسود بلاك وروكت صاروخ. تعال بقى نشوف يونت 7. يونت 7 كان بتتكلم عن الميوزك. فاكر الميوزك يا يوسف؟ اه. مين هي الميوزك؟ ميوزك الموسيقى. الموسيقى زي ايه في الموسيقى؟ زي درام. يعني ايه درام؟ درام يعني ايه درام؟ طق. فاكرها؟ طبلة. درام. طيب وخدنا جيتار، وخدنا جيتار. بيانو، واكورديون، وترامبت، وفلوت، وفايولين. كل فايولين، كل الحاجات دي دول اسمهم انسترومنتس. ميوزيكال انسترومنتس يعني معدات موسيقية. طيب لازم نعرف فيها حاجة، ان كلمة بلاي برضو يعني بلاي يعني ايه يوسف؟ يعني يعزف او يلعب. عايز اقول انا بعرف اعزف، انا بعرف اعزف البيانو. البيانو هقولها ازاي؟ I استطيع. استطيع. كان بلاي. انا اعرف اعزف مين؟ بيانو. I can play the piano. او I can play piano. طيب لو انا برضو عايزه اقول لك على حاجه تانية، كان في اليونت ده حاجه اسمها صفتين اسمها هاي. فاكر هاي يعني ايه؟ هاي عالي. لو منخفض. يبقى في هاي عالي ولو منخفض. وخدنا كلمة اسمها ساوند. ساوند يعني صوت. الصوت بتاعنا ده صوت هاي عالي ولا صوت لو منخفض؟ هاي عالي ولا لو منخفض. وفي اليونت ده خدنا حاجة صفات تانية زي كبير. يعني ايه كبير؟ كبير. بيج. بيج. صغير. صغير. اه. Small. طب عايزه اقول الفيل كبير، هقولها ازاي؟ ها الفيل يعني ذا. ايه ذا؟ الفيل يعني ايه؟ elephant. elephant. ماله الفيل بقى؟ هو كبير. طب يعني ايه يكون؟ يكون big. الاول. الاول is. is. يبقى ذا elephant is كبير يعني ايه؟ big. big. طب عايزه اقول ان الفار صغير. اكتب the mouse. mouse. mouse is صغير يعني ايه؟ small. small. برافو عليك. يبقى احنا هنا اتعلمنا ازاي نكتب عن big وعن small. طيب في صفات تانية. كبير يعني طويل يعني ايه؟ طويل. طول. طول. قصير short. طويل طول قصير short. طويل طول وقصير شور. طب عايزه اقول ان يوسف طويل. اكتب ازاي؟ واي. اكتب يوسف. إيه؟ يوسف. اه. يكون. يكون طويل. يعني إز. إز ايه؟ إز. طول. طول. طب عايزه اقول احمد قصير. يبقى اكتب ايه؟ ايه. احمد. احمد صغير. إز. إز صغير يعني صغير. اه.
احمد از سوري مش عايزين صغير، قصير. احمد از شورت، يبقى قصير يعني ايه شورت؟ طويل طول، قصير شورت، طويل طول طول قصير شورت. ده كان الحاجات المفروض يعرفها استخدام كلمة كان بلاي اسم الآلة، يعرف هاي ساوند ولو ساوند اللي هو الصوت العالي والصوت الواطي، ويعرف الصفات زي بيج سمول طول وشورت. طيب تعالى بقى نشوف اخر يونت عندي، كانت يونت 8. بتتكلم عن ايه؟ بتتكلم عن، هي يونت دي يوسف ما اخدهاش في المدرسة وانا لسه ما اديتهالوش، انا هوريها لكم. بتتكلم عن ميكينج فريندز، فيها حاجات العاب زي بايك عجله، بايك عجله، بايك زحليقه، سلايد زحليقه، سلايد مرجيحه، سوينج مرجيحه، سوينج ميري جو راوند، ميري جو راوند اللي هي دواره دي، سكوتر سكوتر، لا السكوتر، تاك اوف وور اللي هي لعبه شد الحبل. عايزين نعمل ايه بقى فيها دي؟ هنعمل فيها استخدام الفعل بتاع اي انا استطيع، يعني المضارع البسيط باستخدام اي. اي بلاي اون ذا سلايد، اي جامب اون ذا ترامبولين او ترامبلين، اي بلاي تاج اوف وور، اي رايد ماي بايك. الحاجات دي بستخدم المضارع البسيط مع الفيرب واحد بس، مع السبجكت واحد بس اللي هو استخدام اي. اي اي يعني هو هنا مش جايب الهي والشي والات بياخدوا اس، عايز بس يستخدم اي مع الكلمات دي. بعد كده جايب الهي والشي والات بياخدوا اس، او الاي والزي واليو ما بياخدوش اس. يعني هنستخدم في اليونت ده بريزنت سيمبل المضارع البسيط. لو ما شفتوش الفيديو بتاع المضارع البسيط، انا منزله فيديو بتاع المضارع البسيط اللي هو ازاي بنستخدمه، مين بياخد اس مين ما بياخدش اس. وبعد كده عندي قاعده، عندي ثلاث حاجات تانية اسمهم صفات زي طول وشورت. عندي هابي هابي، ساد حزين، وعندي انجري انجري يعني غاضب غضبان، وعندي كمان شاي 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 يعني خجول، وعندي اكسايتد يعني فرحان منفعل او فرحان. هنعلمهم ان هو يكتبوا، هو يكون حزين، هي تكون سعيده، هو يكون غضبان، باقي الكلمات اللي هم بتاعت الاس سي والاس دبليو زي سكوتر، سوينج، سويتر، سكارف، سوان. الحاجات دي كده كل الحاجات اللي المفروض يعرفوها في كي جي 2 كونكت بلس. ده المدارس التجريبي ومدارس اللغات، اربع يونتات، اربع يونتات مليانين عن المضارع البسيط وعن كان وعن بلاي وعن افعال كتير. ان شاء الله ان شاء الله هنكمل اليونت الاخيره ده فيديو مخصوص ليه. لو عجبكم الفيديو نقول لهم يعملوا لنا ايه، يعملوا لنا لايك ويتابعوا معانا سلسله فيديوهات 10 دقائق.